لو سأل سائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أيجوز لشخص أن يخطب امرأة محرمة؟ ما زالت بكرا، هي بكر لم تتزوج بأحد لكنها محرمة، أفيجوز له أن يخطبها تصريحا أو تعريضا؟ لا يجوز أبدا، لا تصريحا ولا تعريضا. لما؟ لأنه في مثل هذه الحال وهي محرمة ما يجوز له أن يتزوج بها.